بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مرحبا بك عزيزي الدارس إلى رحاب جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. مقرر أخلاقيات العمل والإدارة، اللقاء الثامن، مفهوم أخلاقيات الإدارة. عزيزي الدارس، بعد دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم أخلاقيات الإدارة، وأن تعرف المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة، وأن تعرف أيضا مدونة أخلاقيات الإدارة. بداية هذا اللقاء يجب علينا أن نتعرف على أسباب الإقبال على الاهتمام بأخلاقيات الإدارة. لماذا حصلت أخلاقيات الإدارة على كل هذا الاهتمام في الوقت الحاضر لتحل محل الربح؟ نستعرض معك عزيزي الدارس جملة من تلك الأسباب. من أهمها الإحساس المتزايد بأن الشركات أصبحت في تصرفاتها وصفقاتها أقل أخلاقية مما كانت عليه في السابق، ما يكشف عن أهمية أخلاقية لأخلاقيات الإدارة والحاجة إليها. الثاني، بسبب تعقد وتدخل المصالح في الشركات الحديثة، جعل الإدارة فيها أمام حالات معقدة، من الصعب الحكم على ما هو صواب أو خاطئ من الناحية الأخلاقية. رغم أن الإدارة في المؤسسات العامة تعتبر على وجه العموم أكثر امتثالاً للقوانين والأنظمة واهتماماً بالاعتبارات الأخلاقية والاجتماعية في المجتمع، وبالتالي فإنها أكثر تعبيراً عن أخلاقيات الإدارة على صعيد القرار والتنفيذ. أيضاً وجود قوة الأسباب المؤدية إلى المعضلات الأخلاقية، فالأفراد سواء في الإدارة أو في الوظائف الأخرى التابعة، هناك أسباب تدفع لارتكاب ما هو غير أخلاقي. إذن هناك أسباب عديدة تدفع الموظفين إلى الانتهاكات الأخلاقية. من جملة تلك الأسباب الكسب الشخصي والأنانية، وضع المصلحة الذاتية الضيقة في مقدمة الاهتمامات، وبأية وسيلة أو طريقة حتى وإن كانت تتجاوز القواعد والمعايير الأخلاقية وتؤذي الآخرين. أيضا الضغوط التنافسية، مع شدة المنافسة تأتي بضغوط وتفرض قسوتها في بعض الأحيان. أيضا أهداف الأعمال مقابل القيم الشخصية، الأعمال تسعى من أجل هدف الربح وخلق الثروة، وهو الأمر الذي يجعل المديرين أمام خيارين، إما تكييف قيمهم أو الخروج من العمل. أيضا التعارض ما بين الثقافات، قد تكون ثقافة ترسخ قيما والثقافة الأخرى لا تعتد بتلك القيم، فتتعارض تلك الثقافات مما يؤدي بالخروج وارتكاب ما هو غير أخلاقي. إذن بعد هذا السرد عزيزي الدارس، دعنا نعرف الأخلاقيات. تعرف الأخلاقيات عموما بأنها مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد المجتمع في التمييز بين ما هو جيد أو ما هو سيء، وبين ما هو صواب وما هو خاطئ. فهي إذن مفهوم الصواب أو الخطأ في السلوك،
إذن الأخلاقيات عموما هي مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد المجتمع، ثم ميزتها وفائدتها والهدف منها التمييز بين ما هو جيد وما هو سيء، لنخرج بعد ذلك بخلاصة مفهوم الصواب والخطأ في السلوك. بعد هذا عزيزي الدارس، وبعد الرجوع إلى المقرر الرئيسي للمادة، أرجو أن تكون قادراً على الإجابة على الأسئلة التالية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. الكسب الشخصي دافع لارتكاب ما هو أخلاقي. الثاني، من الأخلاق وضع المصلحة الذاتية الضيقة في مقدمة الاهتمامات وبأية وسيلة. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي. أسباب الإقبال على الاهتمام بأخلاقيات الإدارة: التنافس، الأهمية العامة، توجيه الدول. الثاني، الاهتمام بأخلاقيات الإدارة بسبب وجود قوة الأسباب المؤدية إلى المعضلات الأخلاقية: تعارض الثقافات. الثالث، مجموعة القيم والمعايير التي يعتمدها أفراد المجتمع في التمييز بين ما هو جيد أو ما هو سيء: الأخلاقيات عموما، أخلاقيات المهنة، أخلاقيات العمل. بعد هذا عزيزي الدارس، دعنا ننتقل إلى مفهوم أخلاقيات الإدارة. تعرف عزيزي الدارس أخلاقيات الإدارة بأنها هي مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي تهيمن على السلوك الإداري والمتعلقة بما هو صحيح أو خطأ. هناك تعريف آخر، وهو تعريف فانلوك: أخلاقيات الإدارة بأنها هي الدراسة المنهجية للخيار الأخلاقي التي يتم من خلالها اختيار ما هو جيد. إذن المفهوم العام لأخلاقيات الإدارة، إضافة إلى تعريف فان فلوك، أن أخلاقيات الإدارة تمثل خطوطاً توجيهية للمديرين في صنع القرار، وأن أهميتها تزداد بالتناسب مع آثار ونتائج القرار. من المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة: أولاً، اختلاط المفاهيم، حيث أن مفهوم أخلاقيات الإدارة يختلط بمفاهيم ومصطلحات أخرى، كما هو الحال في مفهوم أخلاقيات الأعمال. ومن جهة أخرى، فإن أخلاقيات الإدارة تختلط مع قواعد وآداب المهنة. الثاني، الصعوبات المرتبطة بالتفاوت بين أخلاقيات الإدارة كما هي معلنة وبين السلوك الإداري. إذن من خلال هذا نقول أن أخلاقيات الإدارة تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المديرون من الناحية الأخلاقية. ثالثاً، من المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة: المشكلات المرتبطة بعلاقات أخلاقيات الإدارة بالكفاءة الإدارية. فالأولى تبدو في أكثر الأحيان
وكأنها قيد على كفاءة، فالأخلاقيات تبدو عملا غير مربح وتكلفة إضافية تحد من الميزة التنافسية للشركة بالعلاقة مع المنافسين في السوق. لكن هناك قيمة لأخلاقيات الإدارة لا تتمثل في كونها تدر أرباحا، وإنما تجعل الميزة التنافسية ميزة خلاقة بناءة. رابعا، المشكلة المتعلقة بالصراع الأخلاقي. بشكل عام هو اختلاف المصالح أو الخلفيات أو التفضيلات، أو من الممكن أن يقال الأخلاقيات في موضوع معين، فينجم عن الاختلاف ضربا من التوتر، ونتيجة لهذا قد يأخذ الصراع شكلا خفيا أو صريحا عند مرحلة النضوج في دورة حياة الصراع. خامسا، من المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة هي الصعوبات المرتبطة بالطبيعة الشائكة للقسم الأكبر من الخيارات الأخلاقية. فمن التبسيط أن توضع المسائل الأخلاقية كلها بتصنيف أبيض وأسود، أخلاقي لا أخلاقي، لأن الخيارات الأخلاقية للإدارة أعقد من ذلك بكثير، ولذلك تبسط بتصنيفها وتقسيمها إلى قسمين متميزين يتميز كل قسم منهما بكونه أخلاقيا أو لا أخلاقي. سادسا، من المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة الصعوبة الخاصة بضعف الحس الأخلاقي للمديرين، مما يضعف من استجابتهم في قراراتهم المختلفة للقيم والمعايير الأخلاقية. إذن ضعف الحس الأخلاقي للمديرين يضعف استجابتهم، وبالتالي تتخذ قرارات مختلفة قد تغض النظر ولا تطرح قيمة للمعايير الأخلاقية. سابعا، من المشكلات الأساسية في أخلاقيات الإدارة الصعوبات المرتبطة باختلاف الأخلاقيات جراء اختلاف الثقافات والبيئات. دعنا عزيزي الدارس بعد هذا ننتقل إلى جزئية أخرى متعلقة بنظريات الأخلاق. يرى فولمير أن الأخلاقيات تأتي ضمن أربع نظريات أخلاقية، وهي النظرية التجريبية. النظرية التجريبية تقوم هذه النظرية على أن الأخلاق تشتق من التجربة الإنسانية، وأن ما هو أخلاقي أو ما هو غير أخلاقي يعتمد به من خلال الاتفاق العام، وهذا ما لا يتحقق إلا بالتجربة أولا، فهي نظرية تجريبية تعتمد التجربة ثم اتخاذ القرار. النظرية الثانية النظرية العقلانية. النظرية العقلانية تقوم على أن العقل يمتلك القدرة على أن يحدد ما هو جيد وما هو سيء، وإن هذه التحديدات المنطقية هي أكثر استقلالاً عن التجربة، وبالتالي فإن حل المشكلات الأخلاقية يمكن أن يتم عن طريق ما هو عقلاني، وأن التأثيرات الذاتية والشخصية هي التي تحد من تحقيق ذلك. النظرية الثالثة هي نظرية الحجز، وترى أن الأخلاق لا تشتق بالضرورة من التجربة أو المنطق، وإنما بما يمتلك الأفراد بشكل فطري وتلقائي من حدس كقدرة ذاتية
على التمييز لما هو صحيح عما هو خاطئ، وأن سوء التصرف الأخلاقي يعود إلى البيئة السيئة وغير السليمة وعوامل التنشئة غير الملائمة. النظرية الرابعة نظرية الوحي، وترى أن تحديد الصواب والخطأ أعلى من الإنسان، وأن الله يخبر الإنسان بالمبادئ التي تساعده على تحديد ما هو صحيح وما هو خطأ، وهذا ما جاءت به الأديان السماوية. بعد هذا عزيزي الدارس، وبعد الرجوع إلى المقرر الرئيسي للمادة، أرجو أن تكون قادراً على الإجابة على الأسئلة التالية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. تمثل أخلاقيات الإدارة خطوطاً توجيهية للمديرين في صنع القرار. الثاني، أخلاقيات الإدارة تشير إلى ما ينبغي أن يكون عليه المديرون من الناحية الأخلاقية. السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي. مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي تهيمن على السلوك الإداري هي أخلاقيات الإدارة، المناهج الأخلاقية مشكلة أساسية. الثاني، الأخلاق لا تشتق بالضرورة من التجربة، هي نظرية الحدس، نظرية التجربة، النظرية العقلانية. بعد هذا عزيزي الدارس، دعنا نتعرف على مفهوم مدونة أخلاقيات الإدارة. تعرف مدونة الأخلاق بأنها هي عبارة عن وثيقة تصدرها الشركة تتضمن مجموعة القيم والمبادئ ذات العلاقة بما هو مرغوب أو غير مرغوب من السلوك في الشركة. درجت الشركات منذ سنوات على إصدار ما يسمى بتصريح بقيم الشركة، وكان صدور مثل هذا التصريح تطوراً مهماً على طريق أخلاقيات الإدارة، إلا أنه لم يكن كافياً. هذه المدونة تستهدف أمرين: الأول، تقديم صورة ملخصة وواضحة عن أولوياتها للجمهور والمجتمع وأصحاب المصلحة. الثاني، إعطاء العاملين نقاط في توجيه أعمالهم لتحديد خياراتهم واتجاهاتهم في مبادراتهم ومشروعاتهم الحالية والجديدة في الشركة. وظائف المدونة الأخلاقية: المدونة الأخلاقية تنمي الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والمشكلات لتحقيق الموازنة في الاهتمام بينهما وبين الجوانب المادية، من أجل أن تسهم في إعادة النظر في العلاقة بين الشركة والعاملين والشركة والعملاء، من خلال تقوية الإحساس بالانتماء والولاء للشركة. المدونة الأخلاقية تؤدي إلى التجانس والوحدة والتوافق الأخلاقي في العمل الإداري في جميع مستوياته التنظيمية، وبالتالي فهي تجنب العاملين سوء التصرف الأخلاقي. أيضا من وظائف المدونة الأخلاقية أنها تساهم في تطوير مهنة الإدارة، لأنها تخلق قواعد العمل الإداري التي تساعد على حماية سمعة المهنة الإدارية ومكانتها وأسس الدخول فيها، شأنها شأن المهن الأخرى. المدونة الأخلاقية تحمي العاملين من أحد الأسباب
المؤدية إلى الانتهاكات الأخلاقية وهو الضغط من الأعلى. أيضا من وظائف المدونة الأخلاقية أن المدونة الأخلاقية تعمل وبشكل غير متوقع على وقاية العاملين، خاصة إذا كانت نتاج تجربتهم أو هي متوافقة مع مفاهيم الصواب والخير لديهم. أيضا المدونة الأخلاقية التي يتم صياغتها في الشركة تساهم في تقليل الأعباء التنظيمية المتعلقة بجعل القيم الشخصية تتلائم مع أهداف الشركة. ننتقل بعد هذا عزيزي الدارس إلى القواعد والإجراءات التي تساعد على تقوية المدونة. أولاً، دراسة ما يفعله الآخرون حتى تكون المدونة واقعية ومرتبطة بمشكلات الأفراد التي يواجهونها فعلاً. أن توضع بمشاركة الآخرين وأن يتم تقييمها عن طريقهم. تقييم الدعم وتحقيق الدعم عن طريق المشاركة في تطبيق القواعد التي يضعونها. تقديم التحفيز والتشجيع بمنح الحوافز والمزايا التي تساعد على تحقيق المعايير والقيم التي تدعو إليها المدونة. أيضا الاحتفاظ بالمدونة متجددة لتظل بصيغتها الأولى على الدوام، فالتعديل ضروري لكي تحافظ على أهميتها وتعطي معنى للالتزام بها. إذن عزيزي الدارس، بعد القواعد والإجراءات التي تساعد على تقوية المدونة، دعنا نستعرض عيوب المدونة الأخلاقية. من عيوب المدونة الأخلاقية التأكيد على الموضوعية العملية في الإدارة، وهذا يعتمد على ضرورة فصل الأخلاق كعوامل ذاتية عن الإدارة التي هي علم وقواعد موضوعية تضعفها العوامل الذاتية التي تمثلها الأخلاق. التطورات السريعة في الشركات تجعل المراجعة المستمرة لقواعد ومعايير المدونة الأخلاقية مسألة جوهرية لتحل المبادئ الجديدة الأكثر ملائمة ومواكبة للتطورات الحاصلة محل المبادئ القديمة. أيضا من عيوب المدونة الأخلاقية، المدونة الأخلاقية معرضة لأن تكون مجرد مبادئ وقيم مكتوبة أو منقوشة بعيدا عن التبني العملي، ومن ثم فهي معرضة لأن تتحول إلى شعارات دون أن تقدم صورة فعلية لما يجري في الشركة. من عيوب المدونة الأخلاقية أيضا في الشركات ذات الفروع الخارجية، المدونة الأخلاقية تصطدم بأخلاقيات البيئات والثقافات الأخرى، مما يجعل المدونة الواحدة في المركز والفروع غير واقعية، مما يعني أنه يجب أن تكون مدونة أخلاقية لكل بقعة جغرافية تختلف عن البقعة الجغرافية الأخرى. بعد هذا عزيزي الدارس، وبالرجوع إلى المقرر الرئيسي للمادة، أرجو أن تكون قادراً على الإجابة على الأسئلة التالية. ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي. تستهدف مدونة الأخلاق تقديم صورة ملخصة وواضحة عن أولوياتها للجمهور والمجتمع وأصحاب المصلحة. الثاني، من عوامل ضعف المدونة أن توضع بمشاركة الآخرين وأن يتم تقييمها عن طريقهم.
السؤال الثاني، اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس فيما يأتي. وثيقة تصدرها الشركة تتضمن مجموعة القيم والمبادئ هي مدونة الأخلاق، القواعد والإجراءات، قائمة السلوك. الثاني، ضرورة المراجعة المستمرة لقائمة الأخلاق ومدونة السلوك بسبب التطورات السريعة في الشركات، اكتشاف العيوب، وحدة الفروع. في هذا النشاط عزيزي الدارس، قم بالرجوع إلى كتاب أخلاقيات الإدارة دكتور نجم عبود، وقم باستخراج أمثلة واقعية لشركات عالمية تطبق أخلاقيات الإدارة. قم بزيارة كذا منشأة صناعية في بلدك، وابحث عن القيم الأخلاقية المدونة فيها إن وجدت. خلاصة هذا اللقاء عزيزي الدارس، تناولنا في هذا اللقاء تعريف أخلاقيات الإدارة، وخلصنا أنه هي مجموعة المبادئ والقواعد والمعايير التي تهيمن على السلوك الإداري والمتعلقة بما هو صحيح أو خطأ. تطرقنا أيضا إلى وظائف المدونة الأخلاقية، كما تناولنا عيوب المدونة الأخلاقية. ختام هذا اللقاء دعائي لك بالتوفيق والنجاح.